السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نشرح إحدى المشاكل التي يعاني منها العديد من منشئي المحتوى على الفيسبوك من أجل الربح من الفيسبوك. هناك مشكلة في عملية أو الرقم الضريبي الخاص بالمعروف بـ TEN. هذا الرقم الضريبي، هناك من وجد مشكلة في عملية ملء هذه الخانة أو إتمام هذه العملية. إن شاء الله في هذه الحلقة سوف أشرح لك حل هذه المشكلة بلف الخاص بالعوائد. إن شاء الله في هذه الحلقة سوف نشرح كل هذه التفاصيل، إذا كان يهمك الأمر فتابع معي الشرح. وهنا نأتي إلى العنوان البريد الإلكتروني. سوف تقوم بوضع البريد الإلكتروني الذي مرتبط مثلا بحسابك على الفيسبوك لكي تتلقى عليه الإشعارات والتوصل بكل الإشعارات المتعلقة بالصفحة الخاصة بك. نأتي إلى المرحلة المهمة والتي يخطئ فيها الكثيرون والتي لا يعرفها الكثيرون هنا، بالنسبة لرقم التعريف الضريبي الذي هو TEN. بالنسبة لهذا الرقم التعريف الضريبي، فإذا كانت لديك شركة أو قمت بإنشاء ملف تجاري من أجل مشروع معين أو شركة أو غيرها، يمكنك أن تقوم بجلب كما قلنا الرقم الضريبي الخاص بك من مصلحة الضرائب المتوفرة في المدينة الخاصة بك أو في الدولة الخاصة بك. إذا لم تتوفر على شركة كما قلنا أو هذا الرقم التعريفي الضريبي الذي هو TEN، سوف تقوم بإضافة الرقم القومي. بالنسبة للمصريين يمكنهم أن يقوم بإضافة الرقم القومي الذي هو البطاقة الوطنية بالنسبة لجميع الدول العربية على سبيل المثال. بالنسبة لنا كمغاربة، هناك مشكلة عند إضافة مثلا رقم البطاقة الوطنية، لا يقوم بقبول هذه رقم البطاقة. لكن إذا قمت بإضافة رقم الخاص بالجواز السفر سوف يتم قبولها، وهذا ما سوف نقوم بالتعرف عليه. الرقم الخاص بجواز السفر الخاص بك، أنا سوف أقوم بإضافة رقم جواز السفر الخاص بي. بعد إضافة الرقم الخاص بالجواز السفر سوف يتم تفعيل معك الأمر. هنا بالنسبة لرقم التسجيل الضريبة القيمة المضافة، ضريبة السلع أو الخدمات الاختياري هنا، فهذا كما قلت هذه الخانة فهي اختيارية. إذا كنت تريد أن تقوم بإضافة رقم ضريبي أو شيء من هذا القبيل فلا أنصح بذلك، يمكنك أن تقوم بترك هذه الخانة فارغة. بعد ذلك تأتي إلى هنا تحت طائلة العقوبات، تقوم بقراءة هذه الأشياء، تقوم بوضع علامة صح هنا، ثم تنقل هنا على التالي. وإلى هنا أكون قد انتهيت من هذا الشرح حول كيفية حل مشكلة الرقم الضريبي TEN. أتمنى أن تكون الحلقة وكذلك الموضوع قد نال إعجابكم. لا تنسوا دائما دعمنا بالنقر على زر لايك للفيديو والاشتراك في القناة. شكرا لكم على المتابعة، إلى حلقات قادمة بحول الله.